مشاهدينا، للمزيد من التفصيلات حول ما يجري في البيت الكردي ينضم إلينا في داخل الاستوديو عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد صبحي المنداوي. أهلا بك أستاذ صبحي في نشرة الأخبار. أهلا وسهلا، تحية لكم ولمشاهدي قناة العراقية. تحية لك. بداية، الجمود السياسي ما زال مستمرا بينكم وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، وهناك رغبة سياسية بالذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمرشح واحد لا مرشحين. كيف تحل هذه المعادلة التي باتت صعبة جدا؟ نعم، شكرا لهذه الاستضافة. اسمح لي في البداية أن أعبر عن استنكارنا للقصف الصاروخي اللي تعرضت له مدينة أربيل اليوم. حقيقة كان أمر مؤسف وتعدي على السيادة العراقية، وبالتالي كل المزاعم المطروحة حول وجود مقرات إسرائيلية وما إلى ذلك هي مزاعم مغرضة، وندعو من خلالكم تشكيل لجنة تحقيقية من الحكومة العراقية ومن الأمم المتحدة وأيضا مع الحكومة الإيرانية للتحقيق في المزاعم حول وجود مقرات إسرائيلية. هذا أمر غير صحيح، وبالتالي المقرات اللي قصفت هي مقرات آمنة ومقرات مدنية. وحقيقة يعني القصف لبيوت آمنة، أين كانت أي إثبات أنه هاي مقرات إسرائيلية؟ وبالتالي حقيقة نستنكر هذا الموقف وندعو الحكومة العراقية لاتخاذ ما يلزم. حقيقة ما طرحته حول موضوع الوضع السياسي الحالي، يعني موقفنا لا زال مع ترشيحنا للسيد ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذا هو مرشح أيضا تحالف الأغلبية وليس فقط الحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتبار أن هناك اتفاق حقيقة بيننا وبين الأخوة في التيار الصدري والسيادة حول أن يكون مرشح الحزب الديمقراطي هو لمنصب رئاسة الجمهورية. ونظرا لما نراه نحن من أهمية منصب رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة في مشروع الأغلبية الوطنية، أليس هناك محاولات لإقناع الشريك السياسي الكردي بمرشحكم من خلال التفاوض؟ يعني حقيقة قمنا كثيرا بمحاولات مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن ربما هم لا زالوا مصرين على موقفهم في ترشيح السيد برهم صالح، رغم كل ما يعني صدر، وخاصة موضوع العفو الأخير اللي فقد السيد برهم صالح يعني كل يعني مساعي لانتخابه. وبالتالي لدينا مشروع، وهذا المشروع هو مشروع أغلبية. العراق مر بالكثير من يعني حقيقة من الأزمات نتيجة التوافقية. اليوم أمامنا مشروع جديد يطرحه السيد مقتدى الصدر، وإحنا مع هذا المشروع، وبالتالي هذا ما يأثر على علاقتنا مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني. بالعكس، إحنا لدينا مصالح أخرى أيضا. نعم. ولدينا أهمية لهذه العلاقة ربما تتجاوز موضوع منصب الرئاسة، ربما نختلف ولكننا بالنتيجة سنتفق. سيد صبحي، أهلا بك مرة أخرى. الاتحاد الوطني أكثر من مرة دعا إلى تفاهمات سياسية بينه وبين الديمقراطي، هل الرفض من الديمقراطي؟ ما الذي يمنع من هذه التفاهمات؟ لا، ما أعتقد أنه وأقصد هنا على المرشح لرئاسة الجمهورية تحديدا. الاتحاد الوطني الكردستاني هو اللي رفض كل المساعي اللي بذلناها من وجل الوصول إلى توافق. احنا طرحنا لهم عدة خيارات، والرئيس مسعود بازاني كان له دور مباشر وعدة اجتماعات مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني. ربما نحن نتفهم في الإقليم موقف الاتحاد الوطني الكردستاني لترشيح السيد برهم صالح، هناك مواضيع تخص الوضع الإقليمي وتأثيراته وأيضا الداخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي موقفهم لا زال مع ضد رغبة الأغلبية. كما تعلمون الحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل الأغلبية الكردية في كردستان، وبالتالي ربما سنذهب إلى الفضاء البرلمان لترشيح من يراه البرلماني مناسبا. طيب سيد صبحي، لطالما نظر إلى موضوع اختيار رئيس الجمهورية والتقارب داخل البيت الشيعي في سلة واحدة، على أساس أن الإطار التنسيقي لن يتفق معكم بدعم مرشحكم إلا من خلال الاتفاق داخل البيت الشيعي بينه وبين طرف الأغلبية الوطنية المتمثل أساسا بالكتلة الصدرية ومعها تحالف السيادة والحزب الديمقراطي. اليوم هناك أنباء تتحدث عن تقارب بين الإطار التنسيقي ومرشحكم لمنصب رئاسة الجمهورية. إن صحت هذه الأنباء، لماذا يتأخر عقد جلسة انتخاب الرئيس حتى الآن؟ يعني أعتقد أن هناك موعد لتحدد رئاسة مجلس النواب، أعتقد يوم الأربعاء. نعم.
شخصيا اعتقد ان هناك ايضا سيكون تاجيل الى ما بعد اعياد نوروز، هذا رايي الشخصي. بسبب الاعياد ام بسبب الثلث المعطل؟ ربما بسبب الاعياد، انا اعتقد اعياد نوروز كما تعلمون يعني الشعب الكردي، ربما اقول يعني هذا يعني ربما اجتهاد شخصي توقع. ولكن في جميع الاحوال نحن يعني التحالف الاغلبيه اثبت بانه قادر على تجاوز موضوع الثلث المعطل، وجلسة البرلمان الأخيرة كان واضح فيها. يعني هل فعلا هناك تقارب بين الإطار التنسيقي ومرشحكم، قبول بمرشحكم؟ الإطار التنسيقي يحاول ويضع بعض المشاريع، وبالتالي هذه الجهود يعني هي في مصلحة جميع العراقيين، ونحن مع أي جهد يبذل في سبيل تحقيق التوافقية. ولكن أعتقد أن الاهتمام بمنصب رئاسة الجمهورية هو مرتبط بمنصب رئاسة الوزراء أيضا. طيب يعني تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه، هل هو يعول على يعني ثلث معطل؟ أنتم بحسب تصريحاتكم بأنكم ضمنتوا الأغلبية في مجلس النواب، لم يكن هنالك ثلث معطل، هل هناك مثلا عدم مصداقية من نواب مستقلين أو نواب في الإطار أو غيرها مثلا يعطيكم الكلمة بأنه معكم ومع الاتحاد؟ يعني هي كل السيناريوهات موجودة، يعني هناك الأخوة في الإطار التنسيقي يقولون بأنهم هم قادرين على تشكيل الثلث المعطل، نحن نقول بأننا يعني هذا الأمر غير صحيح، وبالتالي الواقع هو الذي يشير إلى أن تحالف الأغلبية قادر على تحقيق جلسة البرلمان وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وترشيح مرشح السيد مقتدى الصدر لرئاسة الوزراء. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد صبحي المندلاوي، شكرا جزيلا لك.